أن يتحمل مسؤولية هدف شباب في دقيقة 33 اللي أحرزها الحسن كيتا كاماتشو على التنفيذ على طول بيلعب كرة. أوه لا 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 دبوشي والله يعني ما راح أقول شيء لكن قول كرة غير معقولة تماما رغم الخطأ اللي ارتكبه مكين كان بإمكانه إنقاذ الكرة ولكن تلبد تسبح تبريد شوف العادة شوف العادة شوف راضي ومكين مكين يتحدث مع حارس المرمى والكرة في طريقها للشباك شوف شوف كان بإمكانه كان بإمكانه كان بإمكانه تدارك الموقف ولكن إيش اللي حصل إيش اللي حصل إيش اللي حصل مكين ترك الكرة تمر